أطلق الجيش الروسي مجموعة مرتزقة تعمل تحت غطاء شركة عسكرية روسية خاصة تدعى فاغنر بتمويل من إفغيني بريغوجين، وهو رجل أعمال مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بعد قتال هذه المرتزقة الروسية في سوريا وحصولها على حصة من منشآت النفط السورية، وصلت اليوم سرا إلى ليبيا. فما الذي تريده مرتزقة الفاغنر الروسية من ليبيا ونفطها؟ طرحنا هذا السؤال على مواطنين ليبيين فكان هذا جوابهم. النفط بالذات هو الكعكة الليبية الأكثر جاذبية، وهي الأكثر دائما يعني محل جذب للعصابات المارقة والعصابات التي تريد أن تستفيد من هذه الفوضى الليبية. قبل سنتين أو ثلاثة كان تقرير أممي يقول أن 5 مليار سنوية خسرتها ليبيا من جراء تهريب النفط ومن جراء تهريب منتجات النفط حتى وليس التنقيب. إذا حلت ليبيا مشاكلها السياسية ووحدت صفوفها سوف تستطيع أو سوف تواجه هذه العصابات بأكثر كفاءة وأكثر فاعلية. الروس الآن يتغلغلون في كافة مرافق الحياة في ليبيا وفي المؤسسات المهمة مثل النفط، فهم الآن يتجهون للتعامل مع هذه مع في يعني لإرسال عملائهم وإرسال جنودهم المخفيين لكي يعني يعملوا في الحقول النفطية وربما في عديد من المؤسسات الأخرى حتى يفتحوا الطريق لدولتهم لكي يكون لها نفوذ في ليبيا ولكي تسيطر على مرافق مهمة وتتخذ قواعد، ربما في البداية قواعد مدنية ولكن تتحول إلى قواعد عسكرية. لا أعتقد أن روسيا تتدخل بكل هذه القوة العسكرية وكل هذا التدخل القوي والوجود على الأرض وصرف كل هذه الأموال من أجل لا شيء. إن كانت ستدفع 100 فيجب أن تأخذ 500 مقابلها. حاولت مرارا وتكرارا روسيا إعادة السيناريو السوري في ليبيا ولكن لم تستطع. الروس يعني بعد أن يعني هم توهموا في نجاحهم في سوريا وتبادل يعني أو تنازل الغرب على بعض فنادق في سوريا بخصوص روسيا، فيبدو أن الدب الروسي زاد أطماعه للتوسع غربا، ولكن يعلم جيدا الدب الروسي أن هناك قوة مضادة له وهذه المنطقة وخاصة منطقة شمال أفريقيا يعني هي منطقة يعني خلفية لقارة العجوز أوروبا.